آخر هذا الخط هنالك نقطة نهاية هذا السباق، وبالتالي سوف نشاهد قمة الإثارة بين 11. واضح طبعا بأن المراكز اللي هي في المتوسط طبعا هي في المنتصف هي التي تمتلك الأفضلية، لم يبقى سوى أمتار قليلة على خط النهاية، ونعرف من هو الفائز بالمركز الأول. الآن المنافسة الثلاثية، والرقم ثلاثة منطلق تماما، الغربي الذي ينطلق منفردا إلى حد ما إلى خط النهاية بالفعل، الغربي للسيد سيف عشير علي سليمان المزروعي.